مريم دراغمي، مرحبا يا مريم. صباح الخير دكتور. أهلا 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 يا مريم، أهلا يا مريم. مستنى بباقي الطلاب. أي أسئلة على ما سبق يا مريم؟ لا كله واضح دكتور. عظيم، إحنا المفروض وصلنا لعند هون صح؟ بلشنا بالكارتيجن برودكت ووصلنا لعند الجوين، وقلنا إنه الكارتيجن برودكت باي إتسلف مش مفيدة، بدنا وراها كونديشن اللي سيلكت ستيتمنت اللي يجمع هاي التبلز مع بعض ويساوي منها إشي مينينغفول. فمنشان هيك بيجي عندي أنا الجوين، بيجي عندي الجوين، يعني الجوين هو عبارة عن طريقة اللي احنا نخلي الكارتيجن برودكت يصير مينينج فول. اهلا يا زين عساف، مرحبا يا زين. اهلا دكتور. طيب اذا احنا صار الحكي، وصلنا لعند هذا المكان وقلنا انه الجوين هو عبارة عن كارتيجن برودكت في وراء سيلكت، اوكي؟ هسه هذا الحكي بيسمح لنا انه احنا نخلي نطول معلومات من اكثر من تيبل، نطول معلومات من اكثر من تيبل، وهذا هو اكثر شيء مفيد في الداتا بيزز. يعني لو الداتا بيزز انعمل بحيث انه كل تيبل لحالها وكل تيبل بس بقدر اعمل عليها كويري لحالها وما اعملش جوين، بستفدش كثير من الداتا بيزز. بس انا مثلا عن طريق هدول الجوين بعرف اذا بتعطيني رقمك الجامعي بقدر اطلع مثلا معدلك يا زين، ممكن اطلع اللي هو مش موجود في التيبل تبعت الستودنت، وبقدر اعرف علامتك في الداتابيز اللي موجوده في تيبل ثاني خالص من رقمك. ليش؟ لانه انا بقدر او من الاسم اطلع الرقم ومن الرقم اطلع المعلومات المطلوبه، هدول كلهم في ديفرنت تيبلز. اذا انا بقدر اعمل نافيجيت على اكثر من تيبل واربط ما بين هاي التيبلز مشان اطول المعلومات المطلوبه. اذا انا عندي بحكي عن ايش؟ بنحكي عن الجوين اوبريشن. هاي الجوين هي من اهم الباينري اوبريشنز اللي بتكون عندي موجوده، وبتشتغل كالاتي. في عندي انا ريليشن ار، في عندي ريليشن اس، وفي عندي جوين كونديشن. اذا لازم يكون في اتريبيوتس في ار واتريبيوتس باس اللي ممكن احنا نعمل لهم ماتش. بالتالي لازم يكون عندي سم اتريبيوت او اكثر بتقاطع التنتين هدول يكونوا زي بعض، يعني مثلا A1 وB1 أو A2 وB2 وهكذا. لازم يكون في حدا من هون يتقاطع مع حدا من هون من ناحية تايب مشان أقدر أنا أقارن هدول الاثنين مع بعض. إذا هذا بشكل عام. هون في عندي join condition. الجوين condition هذا هسه بنشوف تفاصيله شو هي. إذا أنا لو بدي أطول هسه اسم كل department manager، اسماء الديبارتمنت مانجرز، لو بدي اطلعهم هدول كيف بدي اساوي؟ لاحظوا انا الديبارتمنت تيبل في جواها كان، اذا بتتذكروا في جواها رقم الشخص اللي احنا اللي هو الهيد اوف ديبارتمنت، رقمه بس مش اسمه. احنا عندنا رقمه ومش اسمه، يعني في التيبل تبع الديبارتمنت في عندي كان اسم الديبارتمنت وفي عندي رقمها، وكان عندي رقم الشخص اللي هيد اوف ذيس ديبارتمنت ومتى تاريخ تعيينه. هاي المعلومات اللي كانت موجوده في الديبارتمنت تيبل. هسه انا بدي اسمه. شو هذا الحكي معناه؟ انه انا لازم اخذ السطر سطر من هذا التيبل واطابق شو المانجر اس اس ان مع الاس اس ان اللي موجود في التيبل تبع الامبلوي. لما بصير عندي ماتش باخذ الاسم، مش هيك يا زين؟ زين دكتور فاهمي علي ولا لا يا زين؟ انه لازم يكون رابط بينهم، حتى يعني انا مش عارف خطر بالي انه برايمري مثلا فورين، يعني لازم يكون علاقه ما بين فورين وبرايمري كي بالضبط.
يعني انا لو بدي اجي ونطلع هذا التيبل هي بدي ارجع على بدايه التشابتر في عندي كان تيبلز هي طلعي زين انا عندي هون طلعي هذا التيبل اسمه ديبارتمنت هنا في عندي اسم ديبارتمنت رقم ديبارتمنت المانجر اس اس ان والمانجر ستارت ديت وهون عندي الاس اس ان لانه تبعت الموظفين فانا مشان اطلع اسم هذا الشخص بدي اعرف انه هو اول شيء من هذا التيبل انه هو عباره عن مانجر وكيف بعرف انه مانجر باجي بطلع بلقى رقم هون بعدين باجي بطابقه مع الرقم اللي هون بعرف انه اسمه هو مثلا فرانكلين وونغ احكي يا زين مريم احكي يا مريم معك دكتور عظيم اذا هذا حكي مفهوم اذا احنا طلعوا لما اخذنا معلومه من هذا التيبل اللي هي المانجر اساسين اجيت هون على معلومه ثانيه واخذت انا اسم الشخص فاذا احنا عملنا نافيجيشن بتوين تيبلز الان اذا هذا حكي مفهوم اذا هذا حكي مفهوم الان احنا هاي الطريقه هذا السبب ليش احنا بحاجه للجوين لانه احنا طلعوا مثلا بعمل انا ماتش ما بين الاس اس ان اللي هون وماتش الاس اس ان اللي هون وبطلع اسم الشخص واسم الذي يعتمد عليه مثلا او انا بقدر اعرف مثلا اسم الديبارتمنت اللي كنترولينج البروجكت بعمل هون ديبارتمنت نمبر ماتش مع الديبارتمنت نمبر وببين معي انه البروجكت اكس هاب كنترولد باي ديبارتمنت رقم 5 اللي دي ريسيرش ديبارتمنت فاذا دائما في الداتابيز انا بدي امشي من تيبل لثاني مشان اطول معلومات هذا احلى شيء في الداتابيز فالريليشنال داتابيز باجي من تيبل لتيبل 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 وبحصل المعلومات المطلوبه اذا هذا حكي مفهوم الان نيجي ل تكملي لهذا التشابتر احنا كنا هون اذا هاد احنا هون طلعوا طابقنا المانجر اس اس ان مع الاس اس ان اللي عندنا اوكي اذا انا اذا يعني ايش مانجر اس اس ان لاحظوا هذا موجود في الديبارتمنت والاس اس ان موجود في الامبلوي وكانه بنقول الديبارتمنت دوت مانجر اس اس ان تساوي الامبلوي دوت اس اس ان اذا بهاي الطريقه بنقوم بالماتشنج اذا هذا حكي مفهوم نيجي للنقطه اللي بعدها ببين عندي انا الجواب هو ثلاث اسطر لانه ما فيش عندي الا ثلاث ديبارتمنت خمسه واربعه وواحد وهذا الديبارتمنت الاول مسؤول عنه فرانكلين الديبارتمنت الثاني جينيفر الديبارتمنت الثالث هو جيمس اوكي هدول هم كل واحد والمسؤول عنه اذا هون هسه بيطلع عندي ثلاث اسطر وقديش عمود بيطلعني كثير اعمده الان في الامبلوي في عندي 10 اعمده وعندي هون في اربعه فلازم يطلع 14 عمود بيطلع 14 عمود ليش لانه كل اسماء هي مختلفات لاحظوا هذا اسمه مانجر اس اس ان هذا اسمه اس اس ان هون اسمه دي نيم هون اسمه اف نيم هدول بما انه الاعمده اسمائها مختلفه بيطلع عندي مجموع الاول 10 زائد مجموع الثاني 4 بصيروا 14 طيب اذا هذا حكي مفهوم الان بنشوف بعض البروبرتيز تبعت الجوين اوكي بعض البروبرتيز تبعت الجوين هسه انا عندي زي ما قلنا عدد الاتريبيوتس راح يكون ان زائد ام وبالتالي بيكون ترتيبهم اول شيء الاتريبيوتس تبعات ار بعدين الاتريبيوتس تبعات ام تبعات اس اوكي بدي اسال عن التيبل اللي مرقنا عنه يلا تفضل كان لازم يكون في على القليل انه فيلد واحد انه نفس متطابق ماتش بس يعني برضه حيتكرر يعني انه نفس يعني انا بفكش معي بيتكرر ولا اذا ها طلعي هو عباره عن فورين كي لا برايمري كي معين هسه بما انه هذا برايمري كي هذا مش راح يتكرر بس اذا الفورين كي تكرر ما عندي مشكله مثلا كيف ممكن يتكرر الفورين كي مثلا ممكن الشخص هذا يكون مانجر لاكثر من ديبارتمنت يعني هو مانجر للريسيرش هو مانجر للادمنستريشن ما عندي مشكله ما عندي مشكله يتكرر هون لانه فورين كي بس هون مش راح يتكرر لانه برايمري كي احكي خلص كمان اسئله جيد سؤالك طيب اذا هذا حكي مفهوم اذا الديجري عندنا هو المجموع تبعاتهم وعدد التوبلز اللي بيطلع هو قديش في عندي الماتش لاحظوا انا هون ليش طلع عندي ثلاثه توبلز ليش بس انا طلع عندي ثلاثه توبلز ثلاث اسطر هون عندي طلع عندي ثلاث لانه ما فيش عندي الا ثلاث ديبارتمنتس بالتالي مش راح يكون في الا ثلاث اشخاص عاملين مانجمنت صح ولا لا يا زين صحيح يعني تطلعي الاجمالي هو اقل من عدد الاولانيات ضرب عدد الثانيات عدد التوبلز تبعت ار ضرب عدد التوبلز تبعت ان هون كان الكارتيجن برودكت الكارتيجن برودكت كان عندي هون ثلاث وهون عندي ثمانيه لازم يصير عندي 32 ماتش مثلا
اوكي او 24 ماتش. هسه بما انه هون عندنا احنا ما فيش الا ثلاثه موجودين هون بدي اعمل لهم ماتش هون، بيطلع الجواب هو فقط ثلاث. اذا الجواب دائما في الجوين راح يكون اقل من الكارتيجن برودكت. الجواب في الجوين دائما اقل من الكارتيجن برودكت، اوكي، بحالات خاصه جدا 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 بيكون مساوي، اما اقل من هيك ما في. لهون واضح يا جماعه؟ واضح. طيب هسا انا في عندي هون مصطلح جديد اسمه الثيتا جوين. الثيتا جوين هذا يا جماعه انه انا بقدر احط على الكونديشن، احنا غالبا هون الكونديشن هون بيكون عندي كونديشن مساواه يعني ايكوي جوين عاده، بس انا ليس هناك ما يمنعني اني هون في الثيتا جوين تبعتي اني في الجوين كونديشن احط شو مكان، فهو ممكن يكون شرط مركب وممكن يكون شرط في جواته اشارات اكبر واصغر. فهون عندي ممكن يكون شرط يساوي، وهون عندي مثلا اقل او اكبر او اللي بدكم اياه. فاذا انا عندي هون طلعوا هذا الشرط هو بسموه ثيتا جوين لانه مركب وفي جواته مش بس مساواه، في جواته اشاره اكبر واشاره اقل، اوكي؟ اذا هذا عندنا اسمه ثيتا جوين. هذا عاده احنا يا زين ويا مريم ما منحب بين هدول، ما منحب مبدئيا الاكبر والاصغر، احنا منحب اكثر انه يكون في مساواه. يعني احنا عاده بنعمل ماتش على المساواه، بس هذا لا يعني انه مش ممكن تعملوا ماتش على الاكبر والاصغر. اذا انا بدي مثلا اطلع مثلا لما بدي اقارن مثلا معاشات وبدي اطلع المعاشات مش متساوي، المعاشات لما بيكون اكبر او بيكون اقل وهيك ممكن هاي نستعملها. هاي مشان اكون معكم واضح مش كثير استعمالها وارد، بس موجوده مبدئيا في الداتا بيزس. عظيم. اذا هذا الحكي مفهوم، الان اللي بعدها الشيء الطبيعي اللي هو الايكوي جوين. الايكوي جوين يعني هو حاله خاصه من الثيتا جوين لما عندنا مساواه. اذا الحاله الخاصه من الثيتا جوين اسمها ايكوي جوين، وبهاي الحاله بنحط مساواه. يعني بيكون عندي اتريبيوت من تيبل بعمل له ماتش مع اتريبيوت من تيبل ثاني. اذا هاي بسموها ايكوي جوين، اوكي. اذا شفنا احنا مثال على الايكوي جوين قبل شوي. قبل شوي كنا حاطين لما هاي، لاحظوا هاي ايكوي جوين عندي اي اي 1 مثلا في ار هو نفسه اللي بيطابقه مع بي 1 اللي هو في اس. اذا كمان بدي ارجع لورا اللي هي هاي. اذا هاي ايكوي جوين المانجر اس اس ان تساوي اس اس ان. هون في عندي انا كونديشن، الكونديشن انا بطابق تو اتريبيوتس من تو ديفرنت تيبلز على المساواه، هاي بسموها ايكوي جوين، اوكي. اذا هي الحاله الخاصه الاكثر استخداما من الثيتا جوين، اوكي. يعني الثيتا جوين باي اتسلف احنا ما من يعني مش كثير مغريه هاي، مع انه موجود ال الكونديشن المركب، موجود الكونديشن المركب، ولكن احنا مبدئيا الكونديشن المركب ما في مشكله. عاده بيكون عندي مشكله مع الكونديشن اللي بيكون اكبر واصغر، اوكي. يعني لما بيكون ثيتا جوين الايكواليتي مش ايكوال كونديشن، اوكي. طيب اذا هذا الحكي مفهوم نيجي الان للنكست ستيب. هسه في عندي انا حاله خاصه من الايكوي جوين، حاله خاصه من الايكوي جوين بسموها الناتشرال جوين. الناتشرال جوين هاي هي موجوده تحت اشاره ستار، وهاي بتكون ايكوي جوين، وكمان اسماء الاتريبيوت في الديفرنت تيبلز راح يكون متطابق يا زين. اسماء الاتريبيوت في الديفرنت تيبلز بتكون متطابق يا محمد المصري. شو يعني متطابق؟ يعني اذا بيكون عندي في التيبل الاول اس اس ان، في التيبل الثاني بطابقه مع الاس اس ان، مش مانجر اس اس ان واس اس ان، هدول ديفرنت نيمز، مع انه المعنى تبعهن هو يعني الداتا تايب نفسه، بس انا عندي الاسماء مختلفه. اذا انا بطابق على نفس الاسم بهاي الحاله بسموها ناتشرال جوين. اذا صفى عندي ثيتا جوين، انا بحط اي كونديشن بدي اياها. اذا بدي احط مساواه فقط بحط بسموها ايكوي جوين. اذا بدي يكون مساواه زائد اسماء الاتريبيوتس نفسه في ديفرنت تيبلز هذا بسموه ناتشرال جوين. حدا يسال؟ محمد المصري يحكي. يا محمد دكتور، ما دكتور بس النجمه هاي اشارتها وين بنحطها يعني
استنى اه ما لحقناش نكملها هسه. بتشوف هاي بتكون محل بتكون على فكره هاي كيف وانتم ما وصلتوش الجوين بعدكم في الماده صح ولا لا؟ في اللاب ما وصلتوش الجوين، وصلتوا الجوين؟ لا ما وصلتوش. لا لسه دكتور ما وصلتوش الجوين، بس هاي في الـ في الاس كيو ال في عندي كلمه، انا في اوراكل في عندي كلمه اسمها ناتشرال جوين، كلمتين ناتشرال جوين، فبتقول انت سيلكت اللي بدك اياه فروم اسم التيبل الاول، ناتشرال جوين اسم التيبل الثاني. اذا بتكتب هيك بسوي لك الناتشرال جوين. هسا بالنسبه لي في الالجبرا هي ستار، اللي ستار راح تكون هسا بتشوف وين محلها. اذا هذا عندنا اللي شو اسمه طلع وين محلها، فانا بقول مثلا ديبارتمنت ناتشرال جوين ديبارتمنت لوكيشن يا محمد مصري. اذا في عندي ديبارتمنت ناتشرال جوين ديبارتمنت لوكيشن يا زين. اللي بصير كالاتي الان، سنقوم بمطابقه الديبارتمنت والديبارتمنت لوكيشن بناء على مثلا بهي الحاله بيكون الديبارتمنت نمبر. ولاحظ يا محمد ويا زين انه بهي الحاله راح يكون نفس الاسم. بدي افرجيكم اياها دوت تيبلز. طلعوا هون اسمها دي نمبر وهون اسمها دي نمبر، فلما بعمل جوين بين هدول التنتين بقدر اعمل ناتشرال جوين صح ولا لا يا محمد المصري؟ صحيح دكتور، نفس الاسم ونفس التايب، لانه نفس التايتل عندهم. لاحظ هون وهون بقدرش اعمل ناتشرال جوين الا اذا بدي اعمل رينيم، بس هون بدون رينيم بقدرش اعمل ناتشرال جوين لانه هذا اسمه مانجر اس اس ان وهذا اسمه اس اس ان، فبقدرش اعمل ناتشرال جوين. هون بقدر اعمل ناتشرال جوين؟ ما بقدر. ليش؟ لانه هاي اسمها دي ان او وهاي اسمها دي نمبر. هون بقدر اعمل، انتبه اه محمد مصري، هون بقدر اعمل ناتشرال جوين. اوكي هسه يعني المحلات اللي بيكون فيها فورين كي برايمري كي ريليشن شيب من جهه، وبكون فيها عندي انا الاسماء تبعت الاتريبيوتس متساوي متطابقه، بهاي الحاله بنقدر نعمل ناتشرال جوين. فاذا هون ناتشرال جوين كان بزبط معي اذا بدي اساوي بين هدول التنتين، لانه عندي هون دي نمبر وهون عندي دي نمبر كامله نفس الكلمه، وطبعا هدول التنتين لهم نفس الدومين. اوكي اذا اذا هذا الحكي مفهوم ارجع للتيبل تبعي، ارجع للسطر تبعي هون، وبقول انا انه بهاي الحاله في عندنا الشيء المتطابق اللي بينهم اللي هو ديبارتمنت نمبر. اوكي هسه هذا يساوي، هذا هو نفس الشيء زي كانه كتبنا زي كتبنا ايكو جوين، بحيث انه الديبارتمنت دوت ديبارتمنت نمبر تساوي ديبارتمنت لوكيشن دوت ديبارتمنت نمبر. الان انتبه يا محمد مصري، محمد مصري احكي معي انتبه. طلع انه هون انت حطيت الستار، معناته انت بتعمل ماتش بين بين الاتريبيوتس المتطابقه من ناحيه الاسم. انتبه اذا بدك تحولها لايكو جوين انت مضطر تحط ديبارتمنت دوت ديبارتمنت نمبر تساوي ديبارتمنت لوكيشن دوت ديبارتمنت نمبر. كل ليش؟ كل ليش يا محمد مصري؟ لاحظ الديبارتمنت نمبر ما بتقدرش تحط ديبارتمنت نمبر تساوي ديبارتمنت نمبر، بتقدرش تقول ديبارتمنت نمبر الاولى تساوي ديبارتمنت نمبر الثاني، لازم تحط عشان الطائره فيش القصد. صحيح فهمت علي؟ طلع المشكله وين؟ المشكله انه هاي بتقدرش تكتب هون ديبارتمنت نمبر تساوي ديبارتمنت نمبر، لازم تقول هاي تابعه لمين وهاي تابعه لمين. مشان تقول لمين تابعه انت مضطر تقول ديبارتمنت دوت دي نمبر تساوي ديبارتمنت لوكيشن دوت دي نمبر. واضح ولا لا يا محمد؟ الان اطلع هسه زي هون زي هاد، انا بدي اطابق على تو اتريبيوتس يا محمد مصري ويا زين ويا مريم، بدي اطابق على ايش؟ على التو اتريبيوتس. شو هم؟ لاحظ بدي اطابق على سي، انه سي لازم تساوي سي ولازم دي هاي تساوي دي هاي. اوكي فانه انا لما بعمل ناتشرال جوين بهاي الحاله وفي عندي تو اتريبيوتس ان كومون، في تو اتريبيوتس ان كومون يعني في عندي اثنين من هون ينطبقوا مع اثنين من هون، بهاي الحاله بصير عندي الشرط هو اند، الشرط عندي مركب في اند، اذا بيكون ار دوت سي تساوي اس دوت سي و الار دوت دي تساوي، هاي غلطه مطبعيه لحظه، ار دوت دي تساوي الاس دوت دي. الجواب الجواب بيطلع بس خمسه كولمز، بيطلع اي وبي وسي ودي واي. لحظه دول مكرات خلص ماليش فيهم، بفرجيهم مره واحده. اسالي يا زين. دكتور بسيد اخر شيء قد ايه بيطلع؟ خمسه. ليش خمسه بيطلعوا؟ احكي لي انت يا زين. ليش خمسه؟ انه سي اعتبرها وحده. لا لا، لانه سي مكرر ودي مكرر، فانا بحطش كارز مكرره.
ما هو هذا فيش معنى يا زين اني احط تو كولمز جنب بعض، الاول اسمه سي والثاني اسمه سي، التالي هون عندي تو كولمز، واحد اسمه دي والثاني اسمه دي. يعني هم الاصل لازم يطلعوا 8 كولمز، بس بما انه سوري لازم يطلعوا 7 كولمز، 4 و3، بس بما انه 2 مكررات بيطلعش الا 5. احكي يا زين. هيك طيب. انتبهي يا زين على شغلي، انتبهي يا شيء زين على شغلي، اذا بدك تحطيها على شكل ايكو جوين هاي، انت مضطره قدام السي هاي تحطي حرف اس، ومضطره قدام السي هاي تحطي حرف ار، فهمي ولا لا يا زين؟ انا اساس مين تابعه بالضبط. عظيم. اذا هاي عندنا احنا مثال الان، مثال على البروجكت و ناتشرال جوينت ديبارتمنت. هسه البروجكت ناتشرال جوينت ديبارتمنت، هسه انا عندي هاي موجوده في اي الان، طلع هون البروجكت تبعي في البروجكت والديبارتمنت، كان ممكن اعمل ناتشرال جوين بينهم لانه الكومون بينهم هو الدينم. الدينم هو الكومون بينهم، يعني ممكن نرجع ونتاكد، بس مبدئيا هذا هو الكومن اللي بينهم. فاللي بصير كالاتي، طلعوا في الديبارتمنت، في البروجكت اصلا في عندي بروجكت نيم وبي نمبر وبي لوكيشن ديبارتمنت نمبر، هذول اربعه تابعات لمين؟ للبروجكت. والديبارتمنت في جواها كمان اربعه. شو هن الاربعه؟ ديبارتمنت دي نيم والمانجر اس اس ان والمانجر ستار ديت، وكمان وحده اللي هي الدي نمبر. على فكره هون بدنا نفترض اسمها دي نم بالحالتين، بتهيالي هون اسمها دي نمبر في واحده منهم، فهي بجوز في غلطه مطبعيه هون انه هاي كان يعني بظبط هون الناتشرال جوين بس اذا بتكون هاي جوا الديبارتمنت، جوا ديبارتمنت في اسمها دي نمبر. لاحظوا مغيرين لنا اسمها لديبارت مش ديبارتمنت، على اساس انه هاي الديبارت في جواها الاتريبيوت اسمه دي نم مش اسمه دي نمبر. واضح ولا لا يا زين؟ الناتشرال جوين فلازم يكون نفس الاسم. الاصل زين بالديبارتمنت هاي قبل شوي فرجيتكم من اسمها ديبارت، بيكون اسمه دي نمبر، صح ولا لا؟ بيكون اسمه دي نمبر قبل شوي شفناه. هسا احنا هون حاطين ناتشرال جوين المثال وحاطين ديبارت على اساس انه هاي وحده ثانيه، اوكي؟ فاللي بصير عندي بروجكت ستار ديبارت، اوكي؟ يعني هون الفكره هي ببساطه ما يلي، انه هون عندي عدد الاتريبيوتس اللي كان اربعه، وهون عندي عدد الاتريبيوتس اربعه، صفين سبعه يا زين. ليش سبعه؟ لانه في واحد مكرر اللي هو هاد. احكي يا زين. صحيح. بس هسا هون اذا بدي اجي انا على الديبارتمنت لوكيشن، هون طلعوا ديبارتمنت كامله وديبارتمنت لوكيشن زي ما هي. ليش؟ لانه ديبارتمنت هاي فيها دي نمبر، هيو شايفين كيف شكله لازم يكون؟ يعني هو مش بيكون دي نمبر. فاذا بنعمل بهاي الطريقه بيطلع عندي انا، هاي عندي انا هون انا عندي، لحظه هون يا زين، لاحظوا الجميع، هون عندي اربعه اتريبيوتس وهون عندي اثنين، الاصل سته، بس بما انه واحد مكرر بيطلع عن خمسه، هي الخمسه. اذا هذا مكرر بيطلع مره واحده، ومنطابق الدي نمبر في الاول مع الدي نمبر في الثاني. حدا يسال؟ واضح؟ طيب اذا هذا الحكي مفهوم، الان نيجي ل ايش؟ بنيجي للكومبليت سيت اوف ريليشنال اوبريشنز. لاحظوا انه في عندي انا مجموعه بسموها الكومبليت سيت اوف ريليشنال الجبرا اوبريشنز، اللي هم مين؟ اللي هم السلكت والبروجكت واليونيون والست ديفرنس والرينيم والكارتيجن برودكت. هدول بسموهم فول سيت. شو يعني؟ يعني نستطيع منهم اشتقاق الباقيات. طب شو يعني اللي من الباقيات؟ الباقيات زي مثلا التقاطع. التقاطع مش عملية أساسية، لأنه التقاطع هي عبارة عن إيش؟ ممكن إحنا نحطها عن طريق نثبتها أو نطلعها عن طريق اليونيون والست ديفرنس. عن طريق اليونيون والست ديفرنس ممكن نعمل تقاطع. وكمان الجوين مش عملية أساسية، لأنه الجوين زي ما شفنا هي كارتيجن برودكت ومع سيليكت ستيتمنت. إذا هدول التنتين مع بعض بيكونوا عبارة عن يعني هدول زياده، هدول زياده، هدول مش من الاساسيات. اذا الاساسيات هن العمليات الاساسيه
السلكت والبروجكت واليونيون والست ديفرنس والرينيم والكارتيجن برودكت، دول ست عمليات. هسا غير عن الست هدول في كمان ثلاث عندنا. الاول اللي هو اللي التقاطع كلنا هاي عباره عن عمليه ممكن اشتقاقها. الثانيه العمليه الثانيه اللي هي شو اسمها العمليه الثانيه اللي هي الجوين، والعمليه الثالثه اللي هي عباره عن الديفيجن اللي راح اجيها كمان شوي. عمليه الديفيجن هي عباره عن عمليه قسمه، بفرجيكم اياها كمان شوي. اذا اطلعوا لاحظوا هون الكلمات، يعني هون الطرح هاي الماينس سيكون لها كلمه في الاس كيو ال، في الاس كيو ال اللي هي كلمه ماينس، هاي لها كلمه اللي هي يونيون، هاي اللي كلمه لها اللي هي انترسكت في الاوراكل. انا بحكي في الاوراكل اسمها انترسكت. هسه هون الجوين عندنا يا جماعه في عنده اكثر من كلمه بتمثلوه في الاوراكل باكثر من كلمه. في عندنا امكانيه ببساطه الايكو جوين فيش لها كلمه، بتحطوا from اسم الديبارتمنت الاول، اسم التيبل الاول، فاصل اسم التيبل الثاني، وبتحطوا join condition في الوير. راح تشوفوها فيش لها كلمه، بس الناتشرال جوين لها كلمه كامله. وفي عندي كمان جوين، بنستعمل كلمه جوين لما بتحطوا مثلا انه جو التيبل الاول join التيبل الثاني on او using. ففي عندي هاي كلمه جوين ممكن تكون موجوده في الايكو جوين، ممكن تستعملوها، وفي الناتشرال جوين ممكن تستعملوها. فكلمه جوين موجوده في الاس كيو ال ممكن نستعملها. هسه في عندي امكانيه كمان لعمليه اخيره راح نطلع عليها اللي هي الديفيجن. هسه هون القسمه هاي شوي بدها تركيز من طرفنا يا زين ومريم ومحمد. الان اطلعوا، بدي اياكم تركزوا معي. الان بدنا هاي نحطها بعقولكم صح، مشان نركبها بعقولكم صح مره والى الابد. خلينا نتطلع طوالي على المثال، اوكي، نتطلع على المثال وشو بيساوي هذا المثال. اذا هذا الديفيجن اوبريشن، هاي اخر عمليه تتطلب ما يلي. زين معي؟ محمد معي ومريم معي، صح ولا لا؟ كل معي؟ معك دكتور. هسا اطلع علي، ركز معي، طلع شو بتطلب. هسا انا مشان اقسم تو تيبلز على بعض، العمليه في الالجبرا هي ار ديفيجن اس. ار هاي عباره عن العمليه الاولى، هي اسم التيبل الاول، وهي ديفيجن اسم التيبل الثاني. مشان اقسم التنتين على بعض لازم يكون الاتريبيوتس اللي موجودات هون محتوين، يعني موجودين جوا ار. اذا اول شغله لاحظ، اذا انا بدي اقسم هاي اللي هي اس اس ان بي ان اوز مكونه من عمودين على هاد السميث بي ان اوز اللي هي عباره عن عمود واحد، لازم يكون عندي هذا العمود موجود جوا هذا العمود. اسالوا، هاي اول شرط موجود في تايتل دومين، صح دكتور؟ استنى، اب تايتل دومين، يعني قصدي اقول هذا الاتريبيوت اللي اسمه هون بي ان او موجود عندي هون، هاي اول شرط. لهون مليح ولا لا؟ بتايتل ودومين لهون مليح ولا لا؟ هذا السؤال الاول. هاي الكل احكي، حكيت انه منيح لهون. طيب عظيم، طلع هسه النقطه 2 يا زين، النقطه رقم 2. هسه احنا مشان نقسم هذا التيبل على هذا التيبل، الجواب دائما بيطلع الاشي اللي موجود في الاول مش موجود في الثاني. احكي يا زين، فهون الموجود في الاول اللي هو الاس اس ان مش موجود في الثاني، صح؟ الاي اس اس ان موجوده في الاول مش موجوده في الثاني. احكي زين، تمام. هذا هو الجواب. الجواب دائما الاشي اللي يعني المش مشترك، الجواب هو الاشي المش مشترك. احكي يا زين، هاي الشغله الثانيه الملاحظه، منتبه ولا لا؟ مش عارف للان شو الحكم منه، مش في شيء كمان. استني شوي. هسه انا بركب لك اياها شوي، بس انا بدي توافقي على الجمل تبعتي. الجمله الاولى اللي بقولها انه انا بقول في عندي عمليه ديفيجن، لما بيكون عندي ديفيجن في عندي خصائص. خليني نمشي على الخصائص بعدين بنشوف الجواب ليش بيطلع هيك. الخاصيه الاولى انه الاتريب، مشان اقسم اثنين على بعض لازم الاتريبيوتس اللي عندنا هون تكون موجوده هون. مليح لهون يا زين، هاي واحد. اثنين، الجواب بطلع الاتريبيوتس اللي موجوده في ار مش موجوده في اس.
الاتريبيوتس موجوده في ار مش موجوده في اس، فبالتالي كانه هون بما انه هذا مكرر هذا مش راح يطلع بالجواب. هاي نقطه 2. الان شو معنى عمليه القسمه؟ اذا انا قسمت، لاحظوا هدول هم السميث بيانوز، هدول هم اسماء ارقام المشاريع التي يعمل عليها سميث، هدول هم ارقام المشاريع التي يعمل عليها سميث. هدول شو هون؟ هدول كل واحد بيشتغل على اي مشروع. فعندي انا سميث عندي هاد او الشخص الاول، في عندي رقمه هالكدي وبيشتغل المشروع الاول، رقمه هالكدي المشروع الثاني، رقمه هالكدي المشروع الثالث، رقمه هالكدي المشروع الرابع. اذا هون كل واحد ورقم المشروع اللي بيشتغل عليه، اوكي؟ ممكن الواحد يشتغل على اكثر من مشروع زي ما انتم شايفين. فانا عندي مثلا هذا الرقم بيشتغل قاعد على مشروعين، اوكي؟ فعمليه القسمه، شوف شو بصير معناها كمان مره، شو معنى عمليه القسمه؟ عمليه القسمه هو ما يلي، انه انا بدي اطلع ارقام جميع الموظفين اللي بيشتغلوا على جميع المشاريع اللي بيشتغل عليها مين؟ سميث. كمان مره، اطلع لي ارقام الموظفين اللي بيشتغلوا على جميع. شو يعني على جميع؟ يعني على الاول وعلى الثاني، مش على واحد منهم، على الاول والثاني. اذا هون شو بدنا نساوي؟ طلعوا علي الجواب. بدي اخذ انا هذا الرقم في الايجابي لانه هذا الشخص بيشتغل على البروجكت الاول وبيشتغل على البروجكت الثاني، دخلناه في الجواب. هسه لاحظوا هذا بيشتغل على بروجكت ثلاث مش موجود هون، بدخلوش بالجواب. هذا بدخل بيشتغل على بيشتغل على البروجكت رقم واحد وبيشتغل على البروجكت رقم اثنين، بيشتغل على البروجكت رقم واحد ورقم اثنين، فدخلته في الجواب لانه هذا الشخص بيشتغل على البروجكت الاول وبيشتغل على البروجكت الثاني، دخلت بالجواب. لاحظوا اللي بعده هذا بيشتغل على اثنين بس بيشتغلش على واحد، بدخلوش بالجواب. هذول كلهم لا بيشتغلوا على واحد ولا بيشتغلوا على اثنين، فبدخلهم مش بالجواب. زين، واضح ولا لا؟ اي لازم على اثنين، لازم على اثنين. انت فهمتي على اي سؤال انا بدي اجاوب؟ احكي يا زين. اللي بيشتغلوا واحد واثنين. لا لا لا، هسا احكي لي نص السؤال اللي اجابته هذول. اعطيني نص السؤال مش وين استعملنا الديفيجن، اعطيني نص السؤال اللي جابته هون. الموظفين او ارقام الموظفين يلي بيشتغلوا، مش عارف بيشتغلوا واحد اثنين يعني شو. لا 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 لا، طلعي مزبوط، بس انا بدي تفهمي كيف بدك تستعمليها بكره في المستقبل. هدول هم اسماء المشاريع تبعون مين؟ تبعون سميث. سميث بيشتغل على واحد وبيشتغل على اثنين، واحد من هدول الاثنين هو سميث، اوكي؟ واحد من دول اثنين راح يكون سميث، مش مهم على اي حال اذا بينهم ولا مش بينهم. هسه سؤالي كالاتي، محمد احكي يا محمد السؤال اللي اجابته هاد، يلا عيده. اطلع لي ارقام الموظفين الذين يعملون على المشروع واحد باثنين مع. لا 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 لا، بديش تقول المشروع واحد واثنين، مزبوط، بس يعني انت مش راح يكون عندك في نص السؤال مشروع واحد واثنين، عيد بحيث انه تستعمل سميث بي ان اوز او مشاريع سميث. اطلع لي اسماء الموظفين الذين يعملون على المشاريع. استنى، ارقام، عيد السؤال، عيد الجمله، اطلع لي ارقام الموظفين. الموظفين الذين يعملون على المشاريع التي يعمل عليها سميث. يا عيني عليك، بس اسمع، مش على المشاريع، على جميع المشاريع اللي بيشتغل عليها سميث. اطلع لي، انتبه، فور اول هون عندي انا، فهمت عليك؟ يعني انت بدك تطلع ارقام الموظفين اللي بيشتغلوا على جميع المشاريع اللي بيشتغل عليها سميث، على جميع المشاريع اللي بيشتغل عليها سميث. سميث بيشتغل في واحد واثنين، انا اذا لازم اشوف اللي بيشتغل في واحد وبيشتغل في اثنين مش بواحد منهم. يعني انا بدي اطلع، ليش دخلنا هذا في الجواب؟ لانه هذا بيشتغل على واحد واثنين. ليش دخلنا هذا في الجواب؟ لانه بيشتغل على واحد وعلى اثنين. واضح ولا لا؟ واضح دكتور. اذا انا بدي، انتبه، هذا ليش بيغلبني انا في الامتحانات والناس بتحلهوش هذا السؤال؟ لانه بفهموش نص السؤال. فانا بيكون نص السؤال كالاتي: Retrieve the employee numbers who work on all projects that Smith works on. On all projects. فانا عندي هون بده يشتغل على جميع المشاريع اللي بيشتغل عليها سميث. انتبه، مش بيشتغل على مشروع يعني. طلع، إذا بنقول كلاتي اطلع لي أرقام الموظفين اللي بيشتغلوا على المشاريع اللي بيشتغل عليها سميث وخلص بدون فور أول، سايتها بدك تدخل هذا بالجواب اللي هو مثلا الرقم هذا
لأنه هذا واحد بيشتغل على مشروع وسميث بيشتغل عليه، فلازم ندخل هذا في الجواب. بس إحنا ما مندخل هذا في الجواب لأنه أنا عندي for all، انتبه. فبقول أنا اطلع لي أرقام جميع الموظفين اللي بيشتغلوا على جميع على جميع المشاريع اللي بيشتغل عليها سميث. فلما حطينا يا مريم، لما حطينا على جميع المشاريع اللي بيشتغل عليها سميث، هون أجبرنا المطابقة مش بس مع الطبل الأول ومع الطبل الثاني. احكي يا مريم. معك دكتور. واضح ولا لا يا مريم دراغمي؟ واضح. زين، واضح ولا لا يا زين؟ وضحت. هسا طلعي هون شو اللي صار. هسا هون هذا كمثال من التيبلز. هون أنا عندي الار مكونة من A و B اللي هني بشكل عام، وهون عندي S مكونة من A. طلعوا إنه A هاي موجودة هون، إذا هاي أول شرط. الشغل الثاني طبعا هي بالاسم والدومين. هون اطلعوا الجواب راح يكون موجود في الأول مش موجود في الثاني اللي هي B 2. هسا أنا بدي أقسم هدول الاثنين على بعض، بدي أطلع التوبلز اللي عندي هون اللي بتطابقوا مع مين اللي موجودين، اللي في عندهم A1 و A2 و A3. طلعوا A1 و A2 و A3 موجودات مع B1، حطيتها B1 A1 B1 A2 B1 A3 حطينا. إذا بما إنه هذا يعني في تطابق B1 موجود في كل هاي التوبلز حطينا B1. طيب هسا أنا عندي، لاحظوا B1 موجودة في A4 و B2 هسا بدي أجي على هون B1 حطيتها خلاص. B2 تبعتنا بدخلها أو ما بدخلها؟ ما بدخلها. ليش؟ لأنه B2 مع A1 و B2 مع A3، بس ما فيش B2 مع A2، صح؟ ما فيش B2 مع A2، إذن هاي مش داخلي بالجواب لأنه أنا B2 مش متطابق، ما فيش يعني مش موجودة ال B2 A2، مشان هيك إحنا هاي ما مندخلها. هاي كمان ما مندخلها لأنه ال B2 B3 تبعتنا 2 و3 و4، وأنا لازم يكون عندي 1 و2 و3. هسا ال B4 دخلت لأنه فيها 1 و2 و4، في عندي أنا B4 1 B4 2 B4 3، وبالتالي بدخل عندي B4 هيها عندي هون. حدا يسأل؟ الديفيجن واضحة؟ واضحة دكتور. واضحة. مريم؟ واضحة دكتور. عادي. إذا هذا كي مفهوم، الآن نيجي نشوف التيبل تبعتنا مرة تانية. هاي شو بسموها السمري تيبل، هاي السمري تبعتنا. إذا عندي الأوبريشن السلكت، هاي بتختار كل التوبلز اللي بساتسفاينج أ كونديشن آر، وهاي هيك بتنكتب. اوكي، بتنكتب انه سيلكت عندي انا، وبنحطهم بين الاقواس ار، وبنحط هون السيلكشن كونديشن تبعنا. اذا الثاني اللي بروجكت، هاي بتطلع لي نيو ريليشن بس فيها سم اوف ذا اتريبيوتس، وبنعمل ريموفينج للدوبليكيت توبلز. اوكي، بنعمل ريموف للدوبليكيت توبلز. انتبهوا هون عندي، وهون عندي بصفي هذا البروجكت، وعندي هون اتريبيوت ليست. هون كان عندي كونديشن، هون عندي اتريبيوت ليست. الثيتا جوين بطلع انا الكومبينيشن اوف توبلز من ار 1 وار 2 زي ما انتم شايفينها. وهون عندي جوين كونديشن اللي بيكون مركب ممكن، وبيكون في ثيتا كل العمليات، اكبر اقل يساوي اللي بدكم اياه. الايكو جوين حطينا الان الكونديشن تبعنا صار بس ايكواليتي كومباريزنز اونلي، بس عندي ايكواليتي كومباريزنز اونلي بين ار 1 وار 2. اوكي، الناتشرال جوين قلنا انه مش بس ايكواليتي وكمان لازم يكون نفس الاسم. فانا عندي هون بصير عندي ايكواليتي ونفس الاسم كمان ما بين الاتريبيوتس. طيب النقطه اللي بعدها اللي هي اليونيون. في اليونيون عندنا احنا بنكتبها ار1 اتحاد ار2. تتذكروا شو عندي انا كونديشن على ار1 وار2؟ شو الكونديشن تبعي؟ حدا يحكي شو الكونديشنز تبعات؟ هل انا بقدر اعمل يونيون بين اي تو تيبلز؟ احكي يا مريم. عدد التوبلز ايش زي هي؟ لازم يكونوا او لا لازم يكونوا يونيون كومباتبل. تتذكري هاي الكلمه؟ مشان اعمل اتحاد ما بين تو تيبلز لازم يكونوا يونيون كومباتبل. شو هذا الحكي معناه؟ ناسي.
في مين بيعرف؟ مين بتذكر شو يعني union compatible؟ زين محمد. ذكرها دكتور. معي أول بأول احكي. مش متذكر بأول. طيب إذا زين يضل أنت تنقذينا يا زين. زين. شايد أنقذكم بس أنقذكم لأني رجعت أصلاً أنا زايدة. طيب يلا. فأنا لازم يكونوا نفس الأتريبيوت يعني العدد. صحيح. والدومينز إنه متطابقة. صحيح صحيح لازم يكون عندي أنا كل two attributes. متقابلات لازم يكون لهم نفس الدومين. هذا هو اليونين كومباتبل. يعني انا بزبطش لازم يكون نفس العدد نفس الدومين. كل اثنين متقابلات لازم يكون نفس الدومين وبالتالي لازم يكون عدد الاتريبيوتس في الاول في التيبل الاول يساوي عدد الاتريبيوتس في التيبل الثاني. اذا مشان يكونوا يونين كومباتبل لازم يكون بهدول الشرطين موجودات. ولاحظوا هدول الشرطين مطلوبات لما انا بدي اعمل عمليه اليونين ولما بدي اعمل التقاطع ولما بدي اعمل السيت ديفرنس. هدول مطلوبات العمليات التنتين. اوكي لازم يكونوا يونيون كومباتبل على هذول الثلاث عمليات على اليونيون انترسكشن وعلى السيت ديفرنس. طيب هسه اليونيون كومباتبيليتي مش مطلوب للكارتيجن برودكت لانه الضرب الديكارتي ما بيتطلب انه يكون في عندي كومباتبيليتي يونيون كومباتبيليتي. انا بضرب ضرب ديكارتي اي تو تيبلز بعض وبطلع عندي عدد التوبلز بهاي الحاله يساوي عدد التوبلز بالاول ضرب عدد التوبلز بالثاني من جهه. ومن جهة ثانية لما أنا بعمل ضرب ديكارتي بعدد عدد الاتريبيوتس اللي بيطلع عندي في النتيجة النهائية عدد الاتريبيوتس اللي بيطلع عندي في النتيجة النهائية هو عدد الاتريبيوتس تبعات التيبل الأول زائد عدد الاتريبيوتس تبعات التيبل الثاني. إذا أنا بضرب عدد التوبلز وعدد الأعمدة بجمعه. إذا هذا في الكارتيجن برودكت. بالديفيجن الديفيجن هي ليس عملية أساسية على فكرة. الديفيجن مش موجوده ضمن العمليات الاساسيه في الجبر وهي نستطيع اشتقاقها من الباقيات. اذا بدكم نستطيع اشتقاقها. اذا هاي العمليه بتقول انا مشان اقدر اقوم في العمليه الـ شو اسمه العمليه الديفيجن اللي عندنا لازم يكون عندي تو ريليشنز بحيث انه الاتريبيوتس تبعات الثاني محتواه جوا الاتريبيوتس تبعات الاول من جهه ومن جهه ثانيه الجواب بيطلع فيه هو الاتريبيوت تبعات الاول ناقص الاتريبيوت تبعات الثاني. اوكي وهاي بتجاوب على سؤال فور اول. يعني لما انتم بتحكوا اعطوني ارقام الموظفين الذين يعملون على جميع المشاريع اللي بيشتغل عليها شخص معين اللي هو جون سميث. يعني اللي كانه هيك بنقول اعطيني اسماء جميع الطلبه اللي ماخذ نفس المواد تبعات محمد المصري. شو هذا الحكي معناها يا محمد؟ شو معناه انه اعطيني ارقام او اسماء جميع الطلاب اللي ماخذين اعطيني اسماء الطلاب اللي ماخذين الفصلات نفس برنامجك ماخذين نفس برنامجك يا محمد مصري. شو يعني ماخذين نفس برنامجك؟ يعني باخذ معي كل المحاضرات بالكامل. ايوه انت بتشوفهم بكل المحاضرات ماخذين نفس برنامجك. هاي الصفة انه مش بتقاطع معك بالداتابيز بس هو بالداتابيز بتقاطع معك وبجوز انت ماخذ ديسكريت ماث هو بقعد معك وهو بجوز مشروع تخرج وماخذ مشروع تخرج بجوز هو عنده تريننج وانت عندك تريننج وهكذا. يعني انت وياه كانكم منزلين نفس البرنامج. هاي معناها فور اول. بهاي يعني التطابق بصير مش بصير ب ب ب كورس واحد في جميع الكورسات. واضح ولا لا يا مريم؟ واضح دكتور. عظيم. اذا هذا الكويري تري ماليش فيه هذا بنقفز عنه السطر. ممكن توضح لنا ايش مكتوب على الكروس اللي فوق الديفيجن؟ احكي. بدي توضح لنا ايش مكتوب على الكروس برودكت بس. شو مكتوب هون؟ produce a relation that has the attributes of R and R1 R2. قصدك عن هذا الحكي؟ دكتور عن هذا. as and include all tuples as tuples all the attributes combination of tuple 1 from R1 and R2. okay. yes لامو. شكرا. إذا هون شو بحكي أنا قاعد؟ هون شو بحكي؟ بحكي كالاتي في الكارتيجن برودكت
احنا بنحط التابلز اللي بيطلع في ار1 ضرب ار2، التابلز اللي بيطلع هون هن عباره عن حاصل ضرب، حاصل ضرب التابلز الموجود في ار1 ضرب التابلز الموجود في يعني عدد هدول في عدد هدول، هدول عدد الاجمالي. فاذا عندك هون ثلاثه تابلز وعندك هون خمسه بيطلع عدد التابلز بالعمليه الاجماليه 15، بس العدد عدد الاعمده اذا كان هون عندك ثلاثه هون خمسه راح يطلع عندك ثمانية. احكي يا محمد. عدد الاعمده 8 وعدد الاسطر بصفي 15، اذا عندك هاي ثلاثه وهي خمسه احكي على الاكثر 15 صح؟ لا لا هو ليش على الاكثر، هو طلع في الكارتيجن برودكت انت بس تضرب وخلاص. اسمع يعني انت في الكارتيجن برودكت ما بتعمل ورا جوين، يعني في في في, في الكارتيجن برودكت بس ضرب الكارتي الاول مع الاول، الاول مع الثاني، الاول مع الثالث، الاول مع الرابع، الاول مع الخامس، خلاص بعدين الثاني مع الاول، الثاني مع الثاني، الثاني مع الثالث وهكذا. اه تمام دكتور احكي وضح دكتور. طيب اذا هون عندك ضرب عادي، ضرب دي كارتي عادي، انت هون ما بتعمل ماتش بتوين ال ما بتعمل ماتش بتوين التابلز، بتاخذ الاول بتطبق يعني بتحطه مع الجميع، الثاني مع الجميع، الثالث مع الجميع، الرابع مع الجميع وهكذا. فبالتالي بصير عندك عدد التابلز اجماليه هو عباره عن عدد التابلز اللي في الاول ضرب عدد التابلز اللي في الثاني. دقيقه بالله خليني افتح الباب. يلا اطلع. اما عدد الاعمده هو عباره عن ايش؟ عدد الاعمده هو عباره عن مجموع عدد الاعمده تبعون الار1 زائد الار2 اللي عندك. اسري احكي يا محمد. وضح الدكتور تمام. زين مريم كمان. طيب طلعوا الكويريتي، انا ماليش فيها هاي، عاده هاي بندرسها في الكورس الماجستير هاي، مشان هيك بدي اقفز عنها. بس الفكره هي كالاتي، انه يعني انتم التنفيذ كيف بصير، يعني هون مثلا احنا بننفذ العمليه معينه على تيبل، بعدين بننفذ عمليه ثانيه على تو تيبلز، بعدين بننفذ عمليه ثالثه على تو تيبلز وهكذا. هذا بهمكم مش انتم، هذا يعني الكويري بروسيسنج اند اوبتمايزيشن، هاي مش موضوع البكالوريوس. في البكالوريوس هاي مش موضوع في البكالوريوس، ما بندرسوش في البكالوريوس. هسا العمليات الاضافيه اللي عندنا، احنا عرفنا مجموعه عمليات، قلنا في عمليات اساسيه وفي عمليات مش اساسيه، وهون بنكمل بنقول احنا انه في عندي انا عمليات معينه، في عندي انا عمليات معينه الجروب فانكشنز، في عندي جروب فانكشنز معينه على مجموعه التابلز اللي عندي جوات التابلز. هاي الجروب فانكشنز هي الخمسه مبدئيا، خمسه جروب فانكشنز، المينيمم والماكسيمم والافرج والسم والكاونت. هدول الاربع الخمس عمليات موجودات في الالجبرا، يعني هدول خلينا نقول بسموا الاجريجيت فانكشنز. هدول يعني مش موجودات في البيزك سيت اوف ريليشنال الجبرا ثيوري، هدول اضافيات، يعني الاساسيات شفناها قبل شوي السته، هدول اضافيات على السته، لانه هدول ما بنقدرش نشتق من السته، هدول اضافه جايات على ريليشنال على ريليشنال الجبرا، اللي هن خمس عمليات: الصم والافرج والمينيمم والماكسيمم والكاونت. اوكي اذا هدول نشوف كيف بدنا نشتغلين الان، كيف نتعامل معهم. هسه انا شو بقدر اسوي؟ هسا مشان استعمل الاجريجيت فانكشنز، في عندي ما يسمى بالاوبريشن هاي اللي اسمها سكريبت اف، هاي بسموها سكريبت اف، هاي بتدل على انه انا بدي اقوم باستعمال جروب فانكشن على الاكسبريشن اللي وراء، يعني الاكسبريشن وراء راح يكون عاده تيبل. اوكي فانا بدي اقوم بجروب فانكشن معين، فانا بكتب مثلا طلعوا سكريبت اف ماكس سالاري، وهون حطيت امبلوي، شو بصير معناها هاي؟ احنا وي نيد تو ريتريف الماكسيمم سالاري من الامبلوي ريليشن. اوكي لما بحط سكريبت اف مينيمم سالاري امبلوي، معناته انا بدي اطلع المينيمم سالاري تبع الامبلوي من هاي التيبل. شو معنى الماكسيمم والمينيمم؟ يعني انا عندي مجموعه من الموظفين، كل واحد عنده معاشه،
بدي اطلع المعاش الاعلى في جوا هذا التيبل، او المعاش الاقل في مجموع هذا في جوا هذا التيبل، او مجموع المعاشات قديش مثلا الجامعه بتدفع لموظفينها كل شهر. بهاي الحاله احنا بدنا نجمعهم كلهم مشان نطلع الجواب المطلوب. او مثلا نعمل سكريبت اف لاكاونت اس اس ان، وبنعمل سكريبت اف لافريج سالري عندنا. اوكي، فهذول شو الفرق بين دول الكلمتين؟ هون عندي كاونت اس اس ان معناها انه انا بدي اطلع عدد الموظفين واطبعه، وبدي اطلع متوسط المعاشات واطبعه. اذا بصير عندي، لاحظوا هون بده يطلع عندي عمود واحد وقيمه واحده، صح؟ عمود واحد اللي هو الماكس سالري، جواته فقط قيمه واحده لانه هي الماكس سالري رقم بتكررش. اذا بس بنحطه، يعني لو في عندي اثنين عندهم الماكس سالري نفسه بنحطوش الا مره واحده. لو عندي انا اثنين عندهم نفس المينيمم سالري بحطش المينيمم سالري الا مره واحده. اذا هون في عندي عمود واحد وقيمه واحده، يعني وسطر واحد من قيمه واحده، عمود واحد وسطر واحد من قيمه واحده، وهون نفس الشيء. اوكي، هسه هون شو بيطلع عندي؟ هون بيطلع عمودين، لانه عمود للكاونت وعمود للافرج. اوكي، عمود للكاونت وعمود للافرج. عمود الكاونت في جواته قيمه واحده عدد الموظفين، والافرج في جواته قيمه واحده اللي هو المتوسط المعاشات تبع جميع الموظفين. حدا يسأل؟ حدا يسأل؟ هسه برجع لكم، خليكم ثواني بس معي الخط. طيب اذا هذا الحكي مفهوم، الان عندي هون انا صار، اذا في عندي احكي الماكس والمن انه بيطلع قيمه واحده وعمود واحد، صحيح؟ يعني انه طب شو بيطلع اسم العمود؟ اسم العمود بيطلع هيك اللي هو ماكس سالري. وهذا شوفي عندك انت هون ماكس سالري المقصود فيها الماكسيمم تبع السالري. اسم العمود هسه بتحطي الكلمتين هدول، احكي تمام. طب اخر شيء هون بيطلع عمودين، العمود الاول كاونتس اس اس ان، والعمود الثاني الافريج سالري. احكي تمام خلص. هون في عندي قيمه واحده وهون عندي قيمه واحده، تمام. طيب اذا هذا الحكي مفهوم، الان في عندي إمكانية إني أعمل أنا طلعوا هدول الجروب فانكشنز اشتغلن على جميع التوبلز اللي موجودات جوات التيبل اللي عندنا، صح؟ فإحنا كلنا نقول المينيمم تبع السالري من إمبلوي، معناته إحنا شغلنا الفانكشن تبع المينيمم على جميع الموظفين جوات التيبل، صح؟ لما نقول الماكسيمم تبع السالري بنطلع الماكسيمم تبع جميع الموظفين، أوكي؟ تبع جميع الموظفين جوات التيبل وهكذا. طب السؤال بصير، هل انا بقدر اشتغل بطريقه بحيث انه اطلع المينيمم مثلا باي ديبارتمنت؟ شو يعني المينيمم باي ديبارتمنت؟ يعني انا في عندي ثلاث ديبارتمنت، ديبارتمنت الاول والثالث والخامس، كان بدي اطلع مثلا المينيمم في ديبارتمنت الاول والمينيمم في ديبارتمنت الثالث والمينيمم في ديبارتمنت الخامس. لاحظوا لما بطلع المينيمم بشكل عام بطلع المينيمم بين كل الديبارتمنت، بيكونش بهاي الحاله مخصص. فالسؤال بصير بعده، التطوير اللي بعده، انه هل انا بقدر باستعمال الجروب فانكشنز اعمل جروبس بالاول، يعني اقسم التيبل لجروبس وبعدين اشغل الجروب فانكشن؟ وهذا الحكي بنقدر نسويه كالاتي. طلعوا كيف هذا، لما انا حطيت على الشمال دي ان او بصير معناه كالاتي. اطلع لي لو سمحت، اطلع لي الكاونت تبع الموظفين، عدد الموظفين، عدد الاس اس ان، عدد السوشيال سيكيورتي نمبرز يعني عدد الموظفين، لانه هذا للكل في عندنا اس اس ان. لما نقول لاحظوا انه هذا برايمري كي، مش ممكن يكون نل ومش ممكن يكون فراغ، يعني مش ممكن يكون يتكرر. فلما بنكون كاونت اس اس ان بنطلع عدد الموظفين فاصلين الافريج سالري، نطلع عدد الموظفين
والأفريج سالري لكل ديبارتمنت. لكل ديبارتمنت. إذا هذا الحكي شو يعني لكل ديبارتمنت؟ يعني بدي أمسك التيبل تبعت الموظفين وأقطعها بحسب الديبارتمنت وبعدين أعدهم وأقسم أبكى أجمع المعاشات وأقسمها على عددهم. إذا بهاي الطريقة لازم نشتغل. إذا هذا الحكي نشتغل بهاي الطريقة. حدا يسأل؟ دكتور زي اللي بيعمل جداول وهمية بقسمهم. آه كأنك أنت بتعمل جوا الجدول جداول وهمية وبتشغل الفونكشن على الجداول الوهمية وبعدين بطلع عندك شو اسمه. طب خليك معي يا محمد وإذا أجاوبني هذا السؤال، عدد الأسطر قديش رح يكون بهاي الحالة؟ عدد الأسطر قديش رح يكون حسب عدد الموظفين بكل قسم؟ لا، عدد الأسطر قديش رح يكون؟ زين سطر واحد. سطر واحد بهاي الحالة غلط برضو. لا فكر، طلع ما انت بتقول باي ديبارتمنت، شو الحكي معناه؟ عدد الأسطر لكل ديبارتمنت في سطر. اه على عدد الديبارتمنت، على عدد الديبارتمنت في عندي أسطر، لأنه لكل سطر لكل ديبارتمنت راح يطلع سطر. الديبارتمنت الأول في جواته خمس موظفين والأفريج هالكدي، ديبارتمنت ثلاث راح يكون فيه كذا وكذا. طيب هذا بالنسبة لعدد الأسطر. عدد الأعمدة قديش؟ قديش حيكون عدد الأعمدة؟ بس عمودين ثلاث، لأنه في كمان لازم تحط الدي ان او مشان أعرف أنا هذا العدد والأفريج لمين ولا لا يا محمد؟ آه عشان أعرف لمين. صحيح، إذا ما بتحط ببينش لمين. فأنت عندك هون راح يكون عندي ثلاث عواميد اللي هو هذا عمود الأول عمود ثاني عمود ثالث وعدد الأسطر بعدد الديبارتمنت، يعني بعدد اللي موجود على الشمال. عدد الأسطر هو بعدد الديفرنت فاليوز لهذا الاتريبيوت اللي على الشمال. لاحظ اذا انا بعمل هذا جروب، هذا بسموه السكريبت اف جروب فانكشن، بنعمل جروبينج بناء على اللي على الشمال اللي هو الجروب فانكشن تبعنا على الجروبينج اتريبيوت اللي بهاي الحاله الدي ان او. اذا هذا مش موجود معناته احنا بنشتغل على كل التيبل هو وحدي. يعني هسه هون قسمنا الامبلوي لاسطر مختلفه وهمية بحسب الدي ان او وشغلنا هذا السكريبت اف على هاي الاسطر الوهمية. واضح ولا لا؟ طيب هون في بجوز امثلة عليها، طلعوا. هسا هون انا عندي ما يلي، عملنا دي ان او سكريبت اف كاونت اس اس ان والافريج سالري من امبلوي. هذا في ايه؟ هاي ايه؟ طلع هون، طلع يا محمد عندي انا هون DNO والنمبر اوف امبلويز والافريج سالري. لاحظوا هاي الاسماء اجت ليش؟ لانه عملنا رينيم هون. طلع هاي عملت رينيم هون وعملنا رينيم هون لمين؟ للاتريبيوتس. لاحظ الجواب عندي هون من ثلاث اتريبيوتس، هاي الاتريبيوت الاول، هذا الاتريبيوت الثاني، هذا الاتريبيوت الثالث. تم تغيير اسماءها بحيث تكون اسمها نمبر اوف امبلويز والافريج سالري بهاي الطريقه مكتوبه. مشان هيك هاي طلعت الترويسه، غيرنا التسمية تبعتها. إذا في عندي ثلاث عواميد بثلاث أسطر. لاحظ هون بهاي الحالة ما كانش في إعادة تسمية، بس لاحظ هون غلطة مطبعية مش مطبوعة كاملة، لازم هاي تطلع زي هاي account SSN وAverage Salary، غلطة مطبعية بين السلايد. إذا هاي بنعملها بطلع عندي، تطلع هون DNO وCount SSN وAverage Salary، يعني حطينا Average وSalary بينها underscore والCount SSN وفيها underscore بينهن الثنتين. هسا اذا انت بتكتب، لاحظ السكريبت اف كاونت اس اس ان والافريج سالري من امبلوي بدون جروبينج بيطلع عندي سطر واحد فقط لا غير اللي هو عددهن 8 والافريج سالري هي. اوكي، وما فيش عندي طبعا جروبينج فانكشن. احكي يا محمد. واضح دكتور زين؟ عمودين بقيمتين، عمودين يعني بسطر واحد، مزبوط هني بقيمتين بس هو سطر واحد. لاحظي اه، لانه عدد الموظفين اجمالي 8 زين، وعلى الافريج سالري هذا هو للثمانية. احكي يا مريم. واضح دكتور. يا عيني عليكم، يا عيني عليكم، ممتاز اذا واضح، لانه انا هيك باعتبار يعني مشينا كثير مليح اليوم بهذا الشغل. وعلى فكره هيك ببين الفرق لما بتكون شعب كثير صغيره، يعني بيكون كل شيء ماشي 100% معنا. وبالتالي يعني انا بقى المره القادمه باجي على هذا الشابتر، على هذا يعني هون هاي امثله على كيف شو اللي صار. محمد،
طلع هون عملت الاشياء الوهميه، وهنا قاعده بتطلع انت لما بيطلع هذا، هذا جواب على ايش؟ هذا جواب على لما بتكون مثلا شيء زي هيك الدي ان او كاونت اس اس ان والافريج سالري من امبلوي. طلع هسه الدي ان او جمعناها مع بعض، وهون بطلع الافريج تبعت هدول، بعدين هدول التنتين جمعناها مع بعض وبطلع الافريج تبع هدول، وهكذا. فعندي هون بيطلع واحد العدد، هون بيطلع عندي ثلاث، هون بيطلع عندي اربعه، هيهم اربعه ثلاث واحد، وهي الافريج سالري لكل جروب. اذا المره القادمه بنيجي على الريليشنال، على الريكيرسيف كلوجر. هذا ريكيرجن، نحكي عن الريكيرجن المره القادمه. فانا يعني ماشي كثير مليح مبدئيا، وبعدين الاوتر جوين والانر جوين، وبيزيكلي هذا هو، هذا بيكون صار جاهز. بعدين بنحط امثله طبعا، بس نخلص هذا الحكي بنحط مجموعه امثله، شيء موجود في الكتاب وشيء مش موجود في الكتاب. بس من هون وورا الكالكولاس مش مطلوب، يعني انا لعند 67 بس بشتغل، لعند 67 اوكي بشتغل. طبعا المره القادمه بنهي هذا الشيء، بنهي الدايل السلايدز اللي دايلي، وبحط امثله وبخليكم تحلوا انتم كمان، منحل بالصف هيك مع بعض كم سؤال. اتفقنا؟ ان شاء الله. يلا يعطيكم العافيه، ونراكم الاسبوع القادم. سلام.